زمان جبرية لا على حامي ولا بارد، زمان قلبابي فرفر من الخوف ومش هتستريح ولا تطمن إلا لما ولادها يبقوا تحت سيطرتها. مش كفاية نادلة طلع متجوز عليها؟ مش مهم، المهم الطوق يبقى في رقبته وإحنا في إيدينا السلسلة ونجر زي ما إحنا عايزين. والبت الكلحانة اللي اسمها مفيدة لازم نزلها على طول، ولازم نكسر عينها، لازم دايما نفكرها ان هي مش اكتر من شغالة في البيت ده. سيبها لي، انا هعرف اتصرف معاها. واثقة فيكي. مروان مش لازم يفلت من تحت ايدين زينب، عارفة ليه؟ عشان جبرية هتبخ السم في ودانه وتقول له يا ولدي نادية دي من العيلة بتاعت كريمة، وزمان كريمة هي اللي وزيتها تقتل عبد الحكيم جوزي. لا ما تقلقش من زينب، أنا هتصرف معاه. وسيبي لي كبرية، أنا هتصرف معاه. مين؟ افتح يا حبيبت أمك. ها؟ افتح يا مفيدة، خبرها يا بنت. ايه يا حبيبتي؟ تفتحيش ليه؟ صباحك فل. صباح الخير. يسعد صباحك يا حلوة. يا أخي سيم الله سيم الله سيم الله سيم الله. بسم الله ما شاء الله. يا أختي كماله شبه يا اختي الخالد الناطق. سيم الله سيم الله سيم. ايه يا مفيدة؟ انت خايفة على الواد مني ولا ايه؟ خايفة عليه من ستي؟ صعليكي تعبتها يا بيت. بقول لك ايه يا مفيدة، انا بكرهك. اه والله بكرهك. بس بقول لك ايه، انا احبش اداري اللي في قلبي. اه بعدين خليكي مكاني، يعني ولد انا القمر ده حسن هتجوزك انت يا عفشه، وابقى فرحانه واخدك في حضني كمان. ليه عبيط انا؟ سمال يا سمال النبي حيل. الحمد لله طلع شبه ابوه مش شبهك. بس بقول لك ايه، بقولك انت يا بنت لو بقيتي طوعي قلتي حاضر ونعم يلا زي بعض حوافق وابلعي عشان خاطر الحلو دي، قلت ايه؟ انا من يدك دي ليدك دي يا ستي. حلو حلو انك لسه فاكره ان انا ستك. ويا لانت على الحاجب يا ستي جبريه. ولو علمت يا بيت ده انا اكسرها وانزلها. والله اقول لك على حاجه، في البيت ده انا الامر الناهي، أنا ست البيت، أي حد تاني هنا ملوش لزوم. فاهمة يا حلوة؟ من غير ما تقول يا ست الكل. أمال إيه؟ وأنا تحت أمرك، تحت رجليك. حلو حلو حلو. ياخدي زمالة، الواد شكله جعان، وأكليه وخلي بالك منه، ده والدي الغالي. هبعت لك قشطة وعسل. يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا رب ارحم واغفر لهم يا رب. يا نور.